مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في هذا الفقره او في هذه الفقره الثانيه من الو صحتي اللي بسعد بلقاء حضراتكم فيها، وبنتكلم فيها عن الحويصله المراريه وما هي الحويصله المراريه ويعني المشكلات التي تخصها، ويمكن بنتكلم كمان عن المناظير والحويصلات المراريه. وناسع في هذه الفقره ان يكون معنا الاستاذ الدكتور محمد نجيب عبد الله، استاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بطب قصر العين. اهلا بحضرتك دكتور أهلا محمد. بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني يمكن الناس بتخلط ما بين المرارة والحويصلة المرارية، ايه الفرق بين الاثنين؟ مفيش فرق مفيش فرق. مفيش فرق. يعني الحويصلة لا هي المرارة، هي الحويصلة المرارية، هي الحويصلة المرارية هو الاسم يعني الدارج. العلمي الأكثر، ولكن هي نفسها اللي جرى العرف على إن هي بتتعرف بالمرارة. إنما يعني هو إحنا النهاردة هنتكلم أكتر مش عنها، هنتكلم أكتر على المناظير، القنوات المرارية، القنوات مش المرارية. القنوات المرارية. فالقنوات المرارية هي في الآخر زي ما بيقولوا إيه، الحويصلة المرارية دي كل وظيفتها في الحياة إن هي مخزن، هي ملهاش أي وظيفة، حتى مش هي اللي بتفرز السائل المراري. هو ده الخطأ الشائع، الناس فاهمة إن الحويصلة المرارية أو المرارة هي دي اللي بتفرز السائل المراري. لا، الكبد هو اللي الكبد بيفرز. هو الذي بيفرز السائل المراري، وهناك قنوات مرارية داخل النسيج بتاع الكبد. هذه القنوات المرارية بتبدأ على شكل شعيرات دقيقة جدا، ربما لا ترى غير بالميكروسكوب الدقيق. بتتجمع بالظبط زي أي نهر كبير ما بيتجمع من بعض روافد صغيرة، لغاية لما يتكون حاجة اسمها قناة. القناة الكبدية اليمنى والقناة الكبدية اليسرى. دي بتجيب من فص الكبد الأيمن ودي بتجيب من فص الكبد الأيسر. التقائهم بيعمل حاجة اسمها القناة المرارية المجمعة، أو سوري، القناة الكبدية المجمعة. القناة الكبدية المجمعة دي بتقابل القناة بتاعة البنكرياس اللي هي جايبة إفرازات السائل بتاع البنكرياس علشان تكون بعد كده القناة المرارية المجمعة. في حتى احنا في صورة نقدر نعرضها يعني بتوري بالظبط الشكل بتاع القنوات هي لا دلوقتي اللي هي هي في اللي هي اللي هي بتبقى صورة مرسومة، مش الصورة دي، صورة طبعا جوه عيان بتوري ان احنا ازاي بنستأصل حصوة الحوائط. من القناة المرارية. الحويصلة المرارية كل دورها في الحياة ان هي هل في صورة؟ لا هي في الاخر خالص، اخر واحدة خالص، هي تمام. اخر صورة خالص. الحويصلة المرارية كل دورها ان هي بتعمل عملية تكثيف للسائل المراري المفرز. لا برضو هي اللي هي الصورة اللي باين فيها اللي مكتوبة بالعربي، اللي مكتوب عليها بالعربي. الحويصلة المرارية كل دورها ان هي بتاخد السائل المراري اللي بيفرزه. ايوه مظبوط كده، مظبوط، ادي هي القناة المرارية المشتركة وادي الحويصلة المرارية. دور الحويصلة المرارية فقط ان هي فيها تجاويف وحجرات بتمتص السائل من المادة المرارية اللي بيفرزها الكبد، وبتعمل لها عملية تكثيف بالظبط زي اللبن البودرة، يعني لما بيتعمل لها عملية تبخير. وبتبقى هذه الحويصلة المرارية فقط كمخزن لهذه المادة المرارية. وقت ما الإنسان بيتناول الطعام، والطعام بتاعه ده بيبقى محتوي على مواد دهنية ومحتاجة السائل المراري علشان خاطر تعمل لها عملية الإذابة والقدرة على الهضم الهضم. والامتصاص، بيبتدي إن يحصل ضخ لهذا هذه المادة المرارية المخزونة، بيضاف عليها طبعا سوائل الجسد، وبتبتدي ان هي يعاد افرازها مرة تانية. فالحويصلة المرارية ما هي الا مخزن. طبعا تمام. هذا المخزن لسبب او لاخر ربما ان طيب خلينا بس المادة المرارية تكون حصوات، ودي بقى اللي ممكن طيب اوكي طيب هنا في عدة أسئلة في النقطة اتفضل. دي او في الكلام اللي حضرتك ذكرته في البداية. تمام. حضرتك بتقول الكبد بيفرز هذه العصارة وبتتجمع من خلال يعني قنوات تمام يعني تفرعات، ثم إلى قناة يمنى ثم قناة يسرى من الفص اليمين كده والفص مظبوط. الأيسر إلى قناة كبيرة بتروح على الحويصلة المرارية اللي تتجمع لا فيها مش هي اللي بتروح للحويصلة المرارية، السائل. لا مش هي اللي برضو بتروح أمال للحويصلة، لا في حاجة يعني هي الحويصلة المرارية بتاخد السائل المراري ده وبتبتدي ان هي تعمل له عملية ما هو بيجي تكثيف من وتخزين. الكبد بيروح على الحويصلة المرارية، مظبوط صح؟ ما ده اللي مظبوط أنا بقوله. مظبوط مظبوط تمام. حضرتك بتقول لحين الاحتياج. مظبوط. طيب
الشخص ما بياكلش دهون كتير، ما بيحتاجش كتير، هل تمام. ممكن يحصل تكثيف لهذا السائل المراري داخل الحيصلة المرارية يكون زايد عن الحد، لا لا ولا بيتم التخلص من الزيادة أو لا لا الأول؟ لا، ما فيش حاجة اسمها كده. هو السائل المراري ده هو يعني في يعني بيفرز في حدود حوالي لتر او لتر ونص يعني يوميا، بيتم عملية التكثيف بتاعته وتخزينه في الحويصلة المرارية، بيتم استخدامه. حضرتك انت اعتقادك الشخصي ان هو ان حد هياخد دهون قليلة، هو ما فيش حاجة في الدنيا زيرو فات، يعني ما فيش حاجة اسمها كده. بالإضافة الى يعني لازم بيبقى فيه نسب دهنيات، هي نسب دهنيات بتبقى بنقول عليها اقل، او نسب نوعيات دهون اكثر يعني صحية. ولكن استخدام السائل المراري واستخدام السائل بتاع غدة البنكرياس في عملية الهضم ده لازم لعمليات يعني ما مش ممكن الهضم. يحصل فيه تكثيف وازيد من مش اللازم هو ده داخل. السبب اللي بيكون حصوات المرارية؟ يعني انا بس لا مش مش هو ده، مش هو ده. تمام. طب في نقطة تانية، هو طبعا في قنوات بتنقل، او القناة الرئيسية طبعا بتنقل من الكبد مظبوط. الى، في قنوات اخرى من الحويصلة المرارية بتنزل في قناة للخارج. الحويصلية برضو ايوه دي بتقابل القناة المرارية و للخارج. علشان توصل بعد كده للجزء الثاني من الاثنى عشر، علشان بعد كده يعني تفرز السائل المراري الى الاثنى عشر، تمام بعد ايضا ما بيقابلهم ايضا القناة البنكرياس. هي تمام الفكرة بقى ان ممكن في بعض الاحوال لما بتتكون حصوات في هذه الحويصلة المرارية لامر ما، ربما ان هذه الحصوات تكون في احد يعني بعامل من العوامل تبتدي ان هي تغادر القناة الحويصلة المرارية. الحويصلية، وبالتالي ان هي تحاول ان هي تنزل وتخرج من القناة المرارية المجمعة. في هذا الوقت طبعا يعني ما الحصوة بتتكونش حصوات لا داخل ممكن تتكون، في القناة المرارية نفسها، تتكون ممكن في داخل لا أو ممكن طبعا. ممكن تيجي من الحويصلة صحيح المرارية صحيح وتروح. صحيح. الأكثر شيوعا إن يكون في حصوات في الحويصلة المرارية وبعدين تحاول إن هي تنزل من تتحرك. تتحرك وتنزل من القناة الحويصلية للقناة المرارية، وفي الوقت ده تسد القناة المرارية. ولكن أيضا من الممكن جدا إن، ولكن ده الأقل شيوعا، إن يحصل حصوة في القناة المرارية لوحدها. تمام. علشان كده إحنا برضو بنقول إن لما احنا في الناس اللي احنا مثلا بيبقى عندهم حصوات في المرارة، ومثلا في مرة من المرات بيحصل لهم انسداد في القناة المرارية نتيجة ان في حصوة سدت القناة المرارية، بنقول ان الناس دول لازم بعد ما بنعمل لهم عملية منظار ونشيل الحصوات بتاعة المرارة او الحصوات سوري بتاعة القناة المرارية، لازم بنشيل المرارة لانها مصدر لتصدير حصوات مرة اخرى. انما هذا لا يمنع بالقطع 100% ان ممكن بنسبة ضئيلة جدا يحصل إعادة تكوين لحصوة داخل القناة المرارية، ولكن طبعا بنسبة أقل تمام. كتير. طيب الحصوات ممكن في القنوات المرارية الناقلة من الكبد الصفراء للحويصلة، وممكن العكس من القنوات الناقلة من الحويصلة للاثنى عشر، ممكن تتكون هنا أو هنا تتكون في أي في مكان أي داخل مكان في القنوات دي. وهو أمراض القنوات المرارية ليست حصوات فقط. في حصوات، في أورام، في ضيق حميد، في التهابات، في طفيليات ممكن بتمسك في القناة، في حاجات زوايد، في أمراض حميدة، في حاجات عيوب خلقية. مشاكل أو القنوات المرارية ما هيش فقط الحصوات بتاعت المرارة، ولكن في ليها أشكال كثيرة جدا. ومن هنا بقى بيأتي الدور بتاع منظار القنوات المرارية علشان للتشخيص والتدخل في مثل هذه الحالات. تمام. في صورة قدامنا يا دكتور، دي صورة ايه خاصة ده بيه؟ المنظر بتاع الحويصلة المرارية والقنوات المرارية الطبيعية تماما، وزي ما احنا شايفين في الصورة ان القنوات المرارية طالعة فيها رفيعة خالص وسليم ولطيفة وأمورة وجميلة جدا جدا جدا. ممكن بقى في صور أخرى الصورة زي ما التانية. احنا شايفين، ادي صورة تانية زي ما احنا شايفين، ادي القناة المرارية واسعة جدا تخينة جدا مقارنة بالصورة السابقة، وزي ما احنا شايفين فيها الكور البيضة الكتيرة قوي قوي، دي حصوات مرارية كتيرة جدا. دي صورة تانية بتمثل حصوة واحدة بس مفردة، وزي ما احنا شايفين ان هي سهم قافلة جزئي. السكة اللي ما بين القناة الحويصلية وما بين القناة المرارية.
دي دعامة معدنية، هنقول احنا بتركب فين، ده منظر دعامة بلاستيكية او دعامة معدنية برضو هنقول هي دول بيركبوا امتى وليه. دي طبعا دعامة معدنية راكبة، بتبقى في الحالات اللي هي مثلا فيها اورام او حاجة عاملة ضيق في القناة المرارية. دي يعني الصور دي يعني كويسة جدا ان هي بتقدم توضيحية. لنا توضيحية عشان تقدم فكرة احنا ايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها اثناء اجراء الجراحة بقناة للقنوات المرارية عن طريق منظار القناة المرارية. تمام. طب هرجع للسؤال حول اسباب تكون هذه الحصوات الموجوده في المراره او اللي انتقلت او الموجوده في القنوات المراريه، وهل في ناس عندها قابليه انها تكون حصوات في المراره اكثر من ناس بيتعرضوا لنفس الظروف نفس الاكل نفس الطبيعه؟ في ناس عندها قدره، وايه اسباب تكون الحصوات؟ تمام ماشي، هو ده بياخدنا شويه بعيد عن موضوع طب ناخد الحلقه، تليفون، ولكن مفيش طب مشكله ناخد هجاوب تليفون، حضرتك برضو طب ناخد الاول. تليفون الاول اتفضل. لدكتور محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 65 سنه وعندي في الحويصله المراريه 3 حصوات كبار لمده 10 15 سنه، هم مش مسببين لي قلب ولا حاجه. تمام. هل في خوف منهم؟ يعني هل ممكن طول المده دي او ما حصلش جراحه وسبتهم، هل ممكن في تاثير لا قدر الله يحصل اي حاجه مع طول المده؟ ده السؤال الاولاني. تمام. السؤال الثاني، هل بيأثرهم على امداد ال بتاع المادة الصفراوية؟ الفيول، ان المراره السائل المراري ينفذ من الاسوات دي وينزل عشان يتم عمليه الهضم كده؟ تمام، وانا شاكر لك جدا يا دكتور. ربنا يخليك يا فندم. سلام. هجاوب حضرتك لان هو برضو سؤال حضرتك مشابه برضو للسؤال بتاع الاستاذ عماد، يعني الاجابه تتضمن اسباب تكون الحصوات المرارية. مظبوط طبعا، صح طبعا. اوكي طيب، هو برغم ان ده مش موضوع يعني حلقتنا قوي النهارده، احنا بنتكلم على ايه اللي هنعمله لما الحاجه يحصل، انا برضو ولكن هنجيب ما هي جانب هنجاوب طبعا جانب هنجاوب. برضو من الجوانب. طبعا في اسباب كثيره جدا جدا لتكون الحصوات المراريه، اشهرهم اللي هو زياده ارتفاع نسب افراز الكوليسترول والدهون الثلاثيه في السائل المراري، وده طبعا نتيجه اختلالهم في الدم. السبب الثاني برضو المشهور جدا اللي هو السمنه. السمنه هي في حد ذاتها كعامل هي احد اهم العوامل اللي بتزيد من حدوث الحصوات المراريه. بيتدخل ايضا عوامل وراثيه، عشان كده بنسمع نقول لك دي مامتها كان عندها حصوات في المراره وهي كمان جات لها حصوات في المراره وبنتها برضو جات لها حصوات في المرة. المراره. احنا قلنا الناس اللي وزنهم زياده قوي يجي لهم حصوات في المراره، صح؟ الناس بقى اللي بتخس بسرعه جدا برضو يجي لهم حصوات في المراره نتيجه اختلال الافراز بتاع السائل المراري. طبعا لما بيجي اي التهابات او ميكروبات في القنوات المراريه او في الحويصله المراريه، وجود التهاب او ميكروب بيعمل خلايا صديديه، هذه الخلايا الصديديه ربما ان هي بتعمل نواه تتكثف عليها السائل المراري. ترسبات في بعض الامراض اللي بيبقى فيها زياده في تكسير كرات الدم الحمراء، زي الامراض بتاعت تكسير كرات الدم الحمراء، زي مثلا اشهرهم عندنا في مصر هنا انيميا الفول وانيميا البحر الابيض المتوسط، اللي هم فيهم تكسير دائم لكرات الدم الحمراء، ودي بتبقى امراض خلقيه، يعني مرات الطفل طبعا. بيتولد بيها نتيجه يعني ضعف انزيم ما عنده في الجسم. الناس دول بيكونوا سائل مراري بنسبه كبيره قوي قوي قوي، سوري، الماده الصفراويه بنسبه كبيره قوي قوي، فبتخلي ان ده قدره الكبد على التعامل معاها بتختل، فبيبتدي ان السائل المراري يبقى كثيف ولزج زياده عن اللزوم، فدول حتى برضو بيتكون عندهم حصوات مراريه، حتى ساعتها بيسموها حصوات مراريه صبغيه، نسبه الى ان هي بتتكون نتيجه زياده الصبغه الصفراويه او الصبغه المراريه. في طبعا امراض اللي هي بتخلي الحركه بتاعه الحويصله المراريه او السائل المراري بتتعطل نتيجه مثلا حدوث ضيق في القناه المراريه، نتيجه بعض الامراض المتعلقه زي برضو مرض السكر من الامراض اللي هو بيعمل كده، بعض الامراض الغدد الصماء برضو ممكن بتعمل كده، في امراض المتعلقه بحركيه القنوات المراريه، كل دي عوامل كتيره جدا 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 ممكن بتتسبب في تكوين حصوات المرارة. تمام.
عايزين نفرق ما بين حصوات المرارة وما بين انسداد القناة المرارية. تمام، تكون حصوات في المرارة لا يعني بالتبعية ان القناة المرارية هتتسد، بالعكس اغلب الحالات لا، ما بت... القناة المرارية عندهم ما فيهاش اي مشكلة خالص، لان عنق الحويصلة المرارية ضيق فبيشتغل زي صمام بيمنع ان الحصوات بتاعت المرارة تتسد. انا قلت ان في بعض الظروف او حصوات المرارية دي صغيرة بالقدر ان هي تقدر ان هي او ان الحصوة تتكون داخل القناة المرارية نفسها. في امور، في ظروف ما بتعدي الحصوات دي وممكن تقفل القناة المرارية. احنا النهاردة بنتكلم على منظار القنوات المرارية اللي هيتدخل فقط مع الحالات اللي هي هيحصل فيها انسداد في القناة المرارية سواء لحصو او لغيره. تمام. انما الناس اللي عندها حصوات في الحويصلة المرارية دي قصة تانية، وعلى فكرة دي عليها خناقة. بمعنى بمعنى لو حضرتك، انا النهارده اللي قاعد قدام حضرتك دي، انا لابس بدله زرقاء وقميص احمر وكرافطه زرقاء وبشتغل دكتور جهاز هضمي ومناظير، لو اللي قاعد مكاني ده واحد لابس بدله صفراء وقميص ازرق وكرافطه خضراء وبيشتغل جراح، هقول لحضرتك لازما ولا بد استئصال وحتما المرض. استئصال الحويصله المراريه. دي نقط عليها خلاف، ان يعني فعلا كل الجراحين اللي بيجوا ما انا يقول لك بقول، ما انا بأكد في لحضرتك حصوات في المرارة لازم لابد تتشال. ما تتحصل. انا بقول لحضرتك تمام. احنا كدكاتره جهاز هضمي عندنا بنقول ان الحويصله المراريه بتتشال اذا كان بيتكرر حدوث الام منها، اذا كان عند مريض سكر لازم ده يشيل، اذا تم تشخيصها في حد كبير في السن، اذا كان هو الحاله العامه بتاعته دلوقتي جيده ولكن عنده امراض ربما مستقبلا تؤدي الى تدهور في الحاله الصحيه، اذا حدث له قبل كده انسداد في القناه ليها عوامل كده معينه. اي جراح بيقول لك اول ما تعمل اشعه تلفزيونيه وتلاقي حصوات في المراره يقول لك لازم لازم تشيل المرارة. تشيلها. فانا برجو بس من الساده المشاهدين ان هم يخرجوني، لان انا هبقى ساعتها خصم وحكم في نفس الوقت. تمام، انا باجد ان هناك شروط لشيل الحويصله المراريه، طب نقولها هي ايه؟ ما هو اللي انا قلتها دلوقتي دي. ولكن يعني اترك المجال ده اكتر للجراحين، انا مش جراح، مش انا اللي بشيل القناه الحويصله المراريه، تمام. انما انا اذا حصل ان جالي حد حصل له انسداد في القناه المراريه مره وعملنا له منظار قنوات مراريه وسلكنا هذا السدد واستأصلنا واستخرجنا الحصوه اللي سد القناه المراريه، ده بيبقى وجوبا ان اول ما المعاملات المعمليه بتاعته بتتحسن والحاله العامه بتاعته تتحسن، ده بقى احنا ده اللي بناخده من ايده كده ونوديه للجراح. يعني ده لازم قطعا، ده لازم يعمل تمام. لانه عنده قابليه انه يحصل له طب تكرارات في كده. نقطة هنا، في اتفضل. سؤال، يعني الحويصلة المرارية طالما لم تتحقق الشروط اللي حضرتك قلت عليها عشان يستأصلها وفيها حصوات، طب أنا هسيب هذا الشخص كده ولا في تعامل آخر ممكن أتفضل؟ ما انا قايل لحضرتك احنا بنحسبها بعمليه بالايه؟ بالمكسب والخساره، بعوامل المكسب والخساره. تمام. تمام؟ اذا هو ده راجل كبير في السن وعنده عوامل ان هي ممكن ان هي تؤدي الى حدوث مشاكل مستقبليه تمنعه من اجراء الجراحه، ايوه. يفضل اجراء الجراحه زي ما بيقولوا كده باللفظ البلدي وهو لسه بصحته. تمام؟ انما اذا كان واحد اكتشف بالمصادفه في سن كبيره ان عنده حصوات في المراره نتيجه انه عمل اشعه تلفزيونيه لاي امر اخر وما عندوش وهي شكوى، اصلا ما عملتش مشكله، ما عندوش فانا شكوى خلاص ما عندوش مفيش. شكوى، فمن الافضل ان انا اتركه. بيتدخل في ذلك عوامل اخرى زي ان يكون عنده مرض سكري، المرض السكر بيزيد من معدلات حدوث مضاعفات للحصوات المراريه. تمام، هاخد تليفون يا دكتور طيب محمد اتفضل. ونرجع نكمل. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا وعليكم فندم. السلام. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي دكتور مع محمد. حضرتك يا فندم، اتفضلي. بقول لحضرتك معلش، انا والدتي كانت مريضة فيروس سي وقلب وكده، فانا كنت بقعد معاها وكده فتعبت وجالي فيروس سي، وبعدين عملت التحليل طلع 442، ده تحليل فيروس سي. رحت عملت البي سي ار طلع نيجاتيف، فانا مش عارفه الوقت والله، ومن ساعتها وانا معلش انا قلقانه معرفش وحاسه اللي هو بالدمار. 442 ده كان ايه؟ كان ده الانسداد الكبد تحليل يعني؟ التحاليل، دي انزيمات الكبد او بيقولوا لي الاجسام المضاده. معلش يعني انا نصيحتي لحضرتك ان حضرتك تعيدي البي سي ار في مكان اخر. يعني اعمل بي سي ار تاني في مكان هو طبعا تاني؟ مش موضوع حلقتنا، بس بما ان حضرتك المشاهده الكريمه حضرتك اتصلتي بينا ويعني في وسعنا ان انا اجاوبك،
انا نصيحتي لحضرتك ان حضرتك تعيدي البي سي ار في مكان اخر. تمام، يعني ان شاء الله في علاج من مرض دون، وانا ده بصراحه حضرتك قلقانه اسهل قوي. حاجه دلوقتي، الواحد يجي له فيروس سي اسهل من يجي له انفلونزا، فيعني حضرتك ما تقلقيش خالص. حضرتك العلاجات الحديثه كمان كلها دلوقتي الحمد لله متوفره، وفي وعلى فكره توجه الدوله نفسه نحو القضاء على الفيروس سي، في توافر لادويه حديثه وممتازه جدا وذات فعاليه تقارب ال 100%. حضرتك ما تخشيش اي شيء وبعدين خالص الاكتشاف خالص خالص. المبكر بالنسبه لك طبعا الاكتشاف المبكر ده ميزه كبيره قبل جدا ما يحصل لحضرتك. فيه اي طبعا اثار في طبعا الكبد ده طبعا كويس جدا يعني. ان هي حضرتك في سن مبكره ومكتشفه المشكله في سن في مرحله مبكره، كل دي حاجات في صالح حضرتك، ان حضرتك ان شاء الله باذن الله اول ما تبداي تاخدي علاج، اذا يعني طلع فعلا عند حضرتك لو الفيروس، قعدت التحاليل في مكان حضرتك في تاني خلال 12 واتأكدتي اسبوع بالكتير حضرتك بتبقي ان شاء الله. يعني في شفاء بنسبه بقول لحضرتك تقارب من ال 100%. فحضرتك ما تتضايق، ما يعني ما تزعليش خالص، ان شاء الله ماشي، خير باذن الله خير. معانا تليفون تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم اتفضل. السلام ورحمه الله. الله، ممكن اكلم الدكتور حضرتك؟ اتفضل يا فندم. مع حضرتك يا فندم. ماشي، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. والله انا جيت من فتره كده عملت سونار، طلع في جدار المراره سميك شويه. عملته ثلاث اربع مرات كده يعني كل فتره كده، وجيت اخر مره من حوالي شهر كده قال لي لا ده انت عندك لحميه على المراره. تمام. معايا يا فندم؟ انا مع حضرتك طب. ماشي يا فندم. طيب الحل قال لي لازم تشيل المراره. لا مفيش حاجه. مين اللي قال لحضرتك كده؟ الجراح حضرتك. ما طبعا ماشي اوكي. شكرا. طيب اوكي. طيب احنا طبعا الحلقه راحت اتجاه تاني خالص. ممكن جدار المراه يبقى سميك وفي لحميه جوه مصر. ما هرد. طبعا احنا الحلقه اتحولت خالص، بقت الحويصله المراريه، بس ما فيش مشكله خالص. دلوقتي طبعا ما يسمى بلحميه المراره ده للاسف الشديد في كثير جدا من الحالات بيكون يعني تشخيص ملتبس على الطبيب اللي بيعمل موجات صوتية. تمام. الحويصلة المرارية من جوه مش كيس، هي مش كيس وفاضي من جوه. الحويصلة المرارية دي عبارة بالظبط عن، حضرتك عارف المتاهة بتاعت المينوتور اللي هو بتاع اللي نصه تور ونصه بني آدم حاجة يعني، أو المتاهات بتاعت الفراعنة دي، هي بالظبط الحويصلة المرارية من كده. حضرتك احنا لو فردنا التجويف بتاع الحويصلة المرارية فردناه هيطلع في الاخر 6 متر مربع. عارف اللي هو قد الفيل ويتصرف منديل. ايوه تمام. يعني في تجاويف داخليه في تجاويف داخليه. ففي بعض الاحيان، لو خصوصا اذا حصل التهاب متكرر للحويصله المراريه، زي ما بيحصل التهاب للجدار الخارجي بيحصل التهاب في الغرف اللي هي التجاويف اللي داخل الحويصله المراريه، فربما في بعض الاحيان اثناء ما احنا بنعمل اشعه تلفزيونيه يبان احد هذه التجاويف بشكل سميك شويه وبتاع. هذا لا ينفي ان هناك ايضا لحميات بتطلع في الحويصله المراريه، يعني انا مش بنفي ده. تمام. ولكن اللحميه بتاعت الحويصله المراريه يفضل ان هي تتشخص عن طريق الاشعه الرنين المغناطيسي. تمام. تمام. ايضا لحميه الحويصله المراريه ليست مدعاه لشيل الحويصله المراريه. خلاص؟ الا في بعض الحالات. ايه بعض الحالات؟ ان هي يكون في حصوات في المراره. ليه بقى؟ لان وجود حصوات في المراره والحويصله المراريه يعني هيزعلوا بعض. هيزعلوا بعض ازاي؟ وجود اللحميه المراريه دي او الحويصله لحميه الحويصله المراريه هيزيد من تكون حصوات المراريه، خصوصا ان ده شخص بيكون حصوات مراره اهو. والعكس ايضا صحيح، طول ما في حصوات في المراره وعماله تحك في اللحميه المراريه دي هتزيد من معدلات الالتهاب وقابليه ان ممكن يحصل انشطه مش مستحبه في اللحميه بتاعت الحويصله المراريه. تمام. هي دي الحاله اللي بنحب ان احنا نشيلها، او طبعا اني بالمتابعه نلاقي ان في زياده في الحجم بتاع اللحميه اللي موجوده في الحويصله المراريه. يعني في بعض الناس يقول لك طب انا لسه هحط نفسي تحت درس ان انا لسه هتابع واشخص والعيان يجي بعد كده واعمل رنين، فبيبقى دايما ابدا لما يعرض الحاله على الجراح بيبقى الاسهل ليه ان هو ايه الباب اللي يجيله منه الريح بيشيله ويستريح. تمام. ده بيخليني اسال حضرتك سؤال قبل ما نرجع للقنوات المراريه. تمام. حضرتك بتقول الحويصله عباره عن تجاويف،
فبالتالي ما ينفعش معاها المنظار لاستئصال الحصوات، يعني اذا بعد هو مالناش دعوه بدي. لا طب ما في حاجه، في فرق ما بين المنظار الجراحي وما بين منظار لا الجهاز الهضمي. منظار الجهاز الهضمي احنا انا منظار جهاز هضمي، يعني انا بخش من انا تجاويف الجسم لا انا الطبيعيه، يعني احنا بنخش عن طريق الفم. احنا حتى معانا فيلم انيميشن كده حوالي دقيقه ممكن نعرضه للساده. لو جاهز ايوه مكانك اهو ده جاهز اهو كده. ده المنظار بيخش من تجويف الفم عادي بعد ما المريض بيكون اتعمل عمليه تخدير ليه، اللي هو تخدير بسيط اللي هو تخدير مناظير. حتى احنا بنشتغل في غرفه مناظير مش في غرفه العمليات. بيخش المنظار من التجويف العادي خالص، بيمر من خلال الفم والبلعوم والمريء لغايه لما من خلال المعده لغايه لما ادي المنظر اهو بتاع تجويف الجهاز الهضمي، لغايه لما بنوصل للجزء الثاني من الاثنى عشر. هو ده الجزء اللي فيه المخرج بتاع القناه المرئيه، ادي اهو المنظار اهو بيوصل. والقناه المرئيه هي اللي متعلم عليها بالاخضر خارج التجويف بتاع الاثنى عشر. احنا لسه هننزل شويه كمان بالمنظار لغايه لما نشوف الفتحه او المخرج بتاع القناه المراريه، وده زي ما بقول لحضراتكم موجود في الجزء الثاني من الاثنى عشر. المنظار ده بنقول عليه منظار رؤيه جانبيه، عشان انا ماشي تمام. بالطول ولكن انا عايز ابص بالجنب. ادي اهو الفتحه اهي بتاعه القناه المراريه، ببتدي ان انا من خلال قناة جوه المنظار بتسمح ليا باستخدام ادوات ادخل يعني قسطرة اقدر ان انا احقن من خلالها صبغة داخل التجويف بتاع القنوات المرارية، زي ما احنا شايفين اهو بنحقن صبغة جوه التجويف بتاع القنوات المرارية واشوفها تحت الجهاز بتاع الأشعة، وابتدي ان انا من خلالها اكتشف المنطقة الضيقة زي ما احنا شايفين في القناة المرارية زي ما الكليب ورانا. ومن خلالها بقى ابتدي ان انا بتعامل معاها. لو كان الحته المسدوده دي او الضيقه هي نتيجه حصوه، ببتدي ان انا اعمل استخراج للحصوه دي عن طريق في ساعتها في ساعتها طبعا بعمل توسيع للفتحه بس بتاعه القناه المراريه عشان اقدر ان انا زي الولاده كده. يعني زي ما دكتور النساء ساعات بيعمل يعني توسيع شويه للمخرج بتاع الجهاز التناسلي بتاع المراه علشان يقدر يستخرج الراس بتاعه الطفل، احنا برضو بنفس الفكره بنعمل عملية توسيع للمخرج بتاع القناة المرارية في الاثنى عشر علشان نقدر ان احنا بعد كده نقدر نخش بباسكت. يعني الباسكت ده عبارة عن أداة معدنية بتبقى عاملة زي الشبيكة كده، بتمسك على الحصوة وبعدين اقفلها بحيث ان هي تلقطها وبعدين ابتدي ان انا اشدها واطلع بيه الحصوه. فلازم طبعا يكون المخرج بتاعها واسع عشان الحصوه ما تتحشرش مني جوه المخرج بتاع القناه المراريه. طبعا اذا عندي حصوه بستأصلها بالباسكت ده او عن طريق البالونه، ان انا بخش بقسطره بلاستيكيه بعد الحصوه وبعدين انفخ البالونه وبعدين ابتدي اشدها، فوهي بتخرج من القناه المراريه ترجع تشد لي الحصوه اللي موجوده في القناه المراريه وتخرج معايا. اذا هناك ضيق في القناه المراريه نتيجه مثلا التهاب سابق فحصل منه تليف، نتيجه عيب خلقي عامل ضيق في القناه المراريه، او طبعا لا قدر الله اذا حدوث في اورام او حاجه زنقه على القناه المراريه، ساعتها بلجا ان انا زي ما احنا شفنا الصوره بتاعه الدعامه المعدنيه، بلجا ساعتها لتركيب دعامه بلاستيكيه او معدنيه علشان اوسع المنطقه علشان تبقى عامله زي نفق، يعني عامله زي بعدي بتجاوز المنطقه اللي هي ضيقه عن طريق هذه الدعامه، عن طريق ان انا الدعامه دي بتعمل تصفيه للجزء اللي هو ما خلف او يعني ما بعد الجزء الضيق وتطلعه لي على الاثنى عشر. تمام. فده بيبقى كل الكلام ده بيتم عن طريق منظار القنوات المراريه اللي هو احد مناظير الجهاز الهضمي. التاني بقى اللي بيشيل الحويصله المراريه وبيستأصل المراره بحصواتها زي ما بيقولوا ده المنظار الجراحي. المنظار الجراحي طبعا اخواننا بتوع الجراحه طبعا يقدروا يتكلموا عليه احسن مني كتير، ولكن هو طبعا بيتعمل بعض الفتحات في الجدار بتاع البطن وبعدين بيعملوا عمليه نفخ للبريتون او النسيج البريتوني علشان يعني توسع لهم المجال بتاع الرؤيه، وبعدين من الفتحات دي بيدخل الات
ما يعني بقى يقدر بقى حاجات بقى مقصات وحاجات يقدر يعمل عملية تسليك وخياطة، شغل يعني الجراحات الميكروسكوبية او الجراحات المجهرية او الجراحات المناظير. هل صحيح في النقطة دي لابد طبعا ان المريض يعمل منظار للقنوات المراريه قبل ما يبدا لا الجراحه لا ولا مش شرط؟ لا طبعا عشان لو منظار القنوات المرارية لا يجرى الا اذا كان هناك انسداد اصل للقناة في بعض الجراحين يقول لك يفضل اعمل، لان في بعض الناس بعد ما يستأصلوا المراره يرجعوا يلاقوا فيه يعني من نفس طيب الاعراض، فيقول السؤال لك ده بتاع كان في حضرتك حصوه ده حصوه. سؤال في غاية الروعة، اتفضل. سؤال رائع يعني. ليه بقى؟ لأن ده بيحللنا إشكالية ظريفة جدا. إيه بقى الإشكالية الظريفة دي؟ في بعض الجراحين اللي هو يلاقي حد جاله انسداد في القناة المرارية، تمام. وبعدين يجي قبل ما يبعت العيان علشان يعمل يعني جراحة المنظار اه القنوات المرارية، لأمر أو لآخر الحصوة المرارية دي ممكن إن هي تتحرك. تتحرك، أو يلاقي إن مازال هناك ضيق في القناة المرارية أو كده، فساعات يقوم عامل جراحة بس. لا، إحنا بنقول الحالات دي في بعض الأحيان إذا لقينا حصوات في المرارة، إن في بعض الأحيان ممكن وجود ورم عامل ضيق أو عامل يعني عملية تعطيل للحركة بتاعت السائل المراري تكون هي السبب في تكون الحصوات المرارية، فبيبقى ساعتها محتاجين لازم نعمل منظار، ومحتاجين أشياء أخرى كمان. ده في منظار أفضل كمان بقى من منظار القنوات المرارية، حاجة اسمها منظار الموجات الصوتية، عشان لو في أورام في البنكرياس أو أورام في جدار القناة المرارية أو أورام في المخرج بتاع القناة المرارية في الاثنى عشر. في حالة عدم وجود انسداد للقناة المرارية لا داعي لعمل منظار القنوات المرارية، والمريض يروح يعمل الجراحة على طول ما دام طبعا لازمة ليه يعني. لكن ممكن يكون زي ما حضرتك تفضلت كده ان في انسداد او في مشكله، وبقى ما فيش داعي ان انا يعني اعمل عمليه المراره استئصال واخلي المرارة؟ لا، هنا الأمر مش صحيح. لو حصل مرة واحدة بس إن حد حصل له انسداد في القناة المرارية نتيجة حصوة وعمل منظار قنوات مرارية، أسرع وقت ممكن لازم يشيل المرارة، ليه؟ لأنها ممكن خلاص يتحرك تاني. ممكن حصوة تانية ترجع تتكرر فمش هيعمل وتسد. منظار تاني. وخد بالكم إن هو وجود سدد في القناة المرارية ده بيعرض إن يحصل حاجة اسمها ارتجاع للبنكرياس، يعني إيه ارتجاع السائل خدوا بالكم إن أنا بشبه الأمر عامل بالظبط، عارف حضرتك اللي هو المواد بتاعت اللحام اللي هي بتبقى أنبوبتين كل واحد لوحده ما يلزقش، بس لما تحطهم على يتفق. بعض يلزق، تمام. هو دي برضو طبيعة السائل المراري. السائل المراري ده لوحده كده مش هيعمل عملية هضم وامتصاص للمواد الدهنية، في معاه حاجة ما تانية. لازم السائل اللي بيفرزه غدة البنكرياس. أحد أهداف السائل المراري ده في حد ذاته انه ينشط السائل بتاع البنكرياس. ما احنا لازم نتساءل هو ليه سائل البنكرياس ده مش بيهضم البنكرياس، لانه ما معهوش سائل مراري. معهوش مش مضاف عليه السائل المراري. فبالعكس، فاحنا في بعض الاحيان لما بيحصل انسداد في القناة المرارية المجمعة بنقلق وبنخاف لحسن السائل المراري ده يرجع يخش على غدة البنكرياس. البنكرياس ينشط انزيمات البنكرياس، ساعتها يعمل التهاب بنكرياس حاد، وده طبعا بيبقى خطر جدا، ده بيبقى حاجة خطيرة جدا، الحالة العامة بتاعت المريض بتبقى طيب سيئة للغاية. هناخد تليفون ونرجع نكمل. الو، اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام اتفضل. ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبين. حضرتك طيب يا فندم. أكلم الدكتور لو سمحت. مع حضرتك يا فندم، اتفضل. أنا بالنسبة لي عندي الضغط بيوطى، بقوم من النوم ضغطي واطي وجسمي همدان ومش قادر، وباخد علاج النقط بتاعة الضغط برضو الجسم برضو ما زال همدان وحاسس بهبوط غير عادي، ولما باكل اي حاجة وبتنزل المعدة ببقى عاوز انام وفعلا بنام. تمام، فين السؤال بقى؟ عندك كم سنة يا فندم؟ انا عندي 70. فين السؤال بتاع حضرتك طيب يا فندم؟ السؤال ايه المشكلة عندي اللي بتوطي الضغط وبقوم من النوم جسمي همدان ومش قادر اتحرك؟ هو بيشتكي من الاعراض دي. لا انا خدت بالي، خدت بالي. هو اه بص يا فندم، هو الرد على حضرتك لا يمكن من خلال التليفون، لازم نعم. حضرتك يتم عملية الفحص الاكلينيكي، كشفت لان يا كشفت يا باشا، قالوا عملت تحاليل وعملت وكشفت عند دكتور، تمام، فاداني علاج عشان يعلي الضغط،
باخد منه ملوش تأثير. أرد على حضرتك. طيب هو أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا. هو فيما يخص الضغط والحاجات دي محتاج دكتور محتاجة مجال آخر، ولكن طبعا أنا لكن على أنا اللي بياكل حاجة بتنزل المعدة بينام. ده فيما يخص معلش هو بس أنا خليني أقول أي حاجة في الدنيا ما دام ما اتحلتش يبقى هي ما تعرفش سببها. أنا آسف جدا إن أنا أقول الكلمة دي. تمام. ودائما ابدا عمر ما كان الحل ان انا ادي حاجه تخبي. يعني انا بشبه الحل ده بالظبط، انا اسف جدا، بالست الخيبانه اللي بتخبي الكنس بتاعها تحت السجاده. ما دام لم يتم التشخيص السبب يا فندم، يبقى حضرتك لازم تبقى عارف ان هناك سبب ولم يتم تشخيصه. نصيحتي لحضرتك ان حضرتك تراجع طبيب تاني، وربما يكون يعني اكثر تخصصا وربما اكثر خبره من الطبيب السابق، لان اصلا الادويه المشاعه اللي بتقال عليها ان هي بترفع الضغط وكده دي مش ادويه حقيقيه وما هياش حل وما هياش علاج، واثارها الجانبيه شديده، وحضرتك عندك 70 سنه بتعمل اضطرابات في الضربات القلب، حضرتك تراجع طبيب اكثر تخصصا. تمام. بس وزي ما حضرتك تفضلت كده، التشخيص السليم اول خطوه في العلاج. مظبوط. طبعا طبعا. ناخد تليفون تاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام. من فضل حضرتك. اتفضل. ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور محمد. معاك يا فندم. حضرتك انا مريضة ساركيدوزيس. مريضة ايه يا فندم؟ مريضة ساركيدوزيس. ساركيدوز. ايوه تمام. وبعدين حضرتك عملت عينه من الرئه واكتشفوا المرض وكده. ماشي تمام. فحضرتك قعدت فتره اخد كورتيزون. تمام. بتاع حوالي سنه ونص، وبعدين تمام. لغايه لما الحاله عملت اخر اشعه تحسنت وطلعت نتيجه فيري جود، ووقفت العمليه دي. قعدت بتاع حوالي سنتين ما بشيرش مع اي دكتور او حاجة. تمام. وانا مريضة ضغط وسكر. تمام. فحضرتك حسيت بألم في ظهري جامد، فروحت للدكتور قال لي اعملي لي رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية. فحضرتك طلع برضو الغدد الليمفاوية اللي هي في البتاع ديت منتفخة جدا ومتهيجة قوي قوي، وبراها عامل حضرتك عامل زي خراج. لا لا معلش ما سمعناش حضرتك. الغدد الليمفاوية فين؟ حضرتك الغدد الليمفاويه الموجوده في الفقره القطنيه. الفقره القطنيه؟ الفقره القطنيه. نعم. ما فيش غدد ليمفاويه في الفقره القطنيه. ماشي. الفقره الخامسه حضرتك. ما فيش غدد ليمفاويه هناك. الا لو في غدد ليمفاويه جارها هي اللي دايسه عليها. طيب سؤال حضرتك ايه؟ الغدد الليمفاويه عموما اللي في الـ في الـ في المنطقه دي لما عملت رنين مغناطيسي. انا عملت رنين. ايوه يا فندم اتفضلي. فالدكتور قال لي ان الغدد الليمفاويه الموجوده في المنطقه دي ملتهبه جدا ومتهيجه ومنتفخه قوي. تمام. خلاص جنبها معمول خراج. ايوه. حكوت لها فيها صديد. تمام. فحضرتك الدكتور بتاع المخ والاعصاب طلب مني بس وحياه عينيك ركز يا دكتور شويه في اللي حضرتك. والله حضرتك جدا رغم ان انا حاسس ان السؤال مش متعلق بالحلقه، ولكن انا مهتم ان انا ارد على حضرتك. اتفضلي. اشكرك. اتفضلي. الدكتور قال لي اعملي عينه بيثولوجيه على ماشي. العظام في المنطقه. تمام. دي كلامه مظبوط جدا. عينه بيثولوجيه. وده كنت هقول لحضرتك. رحت مركز النيل للاشعه قلبوا الموضوع لعمليه قسطره. رجعت الدكتور حضرتك للمخ والاعصاب قال لي انا اسف اللي اقوله حضرتك نفذيه. صحيح. ما تنفذيش اي حاجه اي دكتور يقولها لك. حضرتك دلوقتي انا هايصه ومش عارفه اعمل اي حاجه غير ان انا ببكي مش عارفه اتصرف. دكتور المخ والاعصاب متضايق اني انا ماشيه في اتجاه غير. معلش مين اللي قال لحضرتك اعملي اجراء بديل؟ المركز النيل للاشعه. انا وديت له يعني مركز الاشعه يعني. ايوه وديت له الرنين. طيب ممتاز خلاص. فحضرتك هو اللي رد عليا وقال لي لازم نعمل قسطره. الدكتور المخ والاعصاب رافض الموضوع رفض نهائي. هل أنا اسحب ورقي من النيل للاشعه واشوف من المركز مركز الاشعه ولا اعمل القسطره حضرتك؟ طيب. انا مش عارفه بصراحه. ارد على حضرتك. شكرا. اشكرك يا دكتور. ردي مختصر جدا جدا جدا. كل اتوبيس ليه سواق، وكل مركب لها قبطان. خلاص. وكل تمام. واضح الاجابه يعني حضرتك اللي بيسوق هذا الحدث هو الدكتور بتاع الفقرات اللي هو في هذه الحاله دكتور المخ جراحه المخ والاعصاب، لانه ممكن يكون دكتور العظام. هما في تداخل شويه في التخصص ده عمود الفقري. طبعا طبعا
دكتور جراحة المخ والأعصاب هو محق بنسبة 1000%، لأن أنا من الأول لما حضرتك قلت لي غدة لمفاوية، أنا دكتور جهاز هضمي وكبد ومناظير، أنا استغربت. يعني أكيد واضح على عليا القصة دي، لأني مش ده المكان المعروف مشهور. ممكن طبعا تبقى كده، فعشان كده الدكتور بتاع جراحة المخ والأعصاب هو لأ، زي ما بيقولوا بالبلدي كده العينة بينة، هو عايز فعلا عينة أنسجة اللي هي حضرتك بتقول عليها عينة باثولوجي، وده لن يتأتى إلا بأخذ عينة. ربما بس مركز الأشعة اللي حضرتك رحتيه هم يكونوا ما عندهمش الخبرة الكافية، أو متخوفين من المكان، أو بس كل فولة وليها كيال. المكان اللي ربما يجد أن هذا الإجراء صعب أو لا يحبذه، ربما مكان آخر يجد أن هذا الإجراء يمكن عمله ويقدر انه يعمله. فعشان ما يشتتكيش فحضرتك مع اسمعي الدكتور، كلام الدكتور الدكتور المعالج بس اللي هو كده. ده تخصصه، هو اللي يواجه حضرتك مش بتاع ايوه الاشعه بالظبط والجهاز. بالظبط. تمام، طب دكتور الاشعه بيساعد انما مش هو اللي نرجع لموضوعنا يا دكتور. اتفضل. ويعني في نقطه برضو مهمه هنا، لو تحركت الحصوه واحنا بنتكلم عن القناه اللي بتنقل العصاره من الكرياس تمام في اتجاه القناه اللي هي اللي بتنقل العصاره تبقى كرياس، مظبوط، دي ممكن يحصل فيها سدد دي برضه خطيرة. طبعا ده بالعكس، ممكن تتحرك أصلا. طبعا ممكن تعمل كده، وأيضا التهابات البنكرياس سواء المزمنة أو الحادة ربما ينتج عنها تكلس للسائل البنكرياسي ويحصل حصوات داخل قناة البنكرياس، ودي إجراء في يعني في غاية الخطورة. ليه؟ لأن حضرتك أنت تخيل إن الإنزيمات، البنكرياس يعني حضرتك احنا انزيمات البنكرياس هي دي اهم انزيمات بتقوم بعملية الهضم. حوالي من 70 الى 80% من عملية الهضم بتاعنا، احنا فاهمين خطأ ان الهضم اللي بيقوم بيه هو عصارة المعدة، لا لا طبعا، عصارة المعدة لا تقوم باكتر من 20 الى 30% فقط من عملية الهضم، ومتعلقة اساسا يعني بالدرجة الاولى لهضم البروتينات. انما استكمال هضم البروتينات، عشان الامتصاص، هضم النشويات، هضم الدهنيات، عمليات تسهيل الامتصاص، كمية كبيرة جدا، كل ده بتقوم بغدة البنكرياس. عشان كده الناس اللي لأمر أو لآخر بيضطروا لاستئصال البنكرياس بيحدث لهم عملية سوء هضم وامتصاص عنيفة للغاية، لدرجة ان احنا بنضطر ان احنا نديهم كبسولات فيها يعني تعويض. خلاصة او خلاصة انزيمات البنكرياس. تمام. طيب لما احنا نقول ان الانسان بيقدر انه يهضم بروتين ويقدر يهضم دهون ويقدر يهضم نشويات الخ الخ، معنى كده ان العصارة بتاعت الحاجات دي قدرتها على الاذابة والهضم قد ايه؟ تهضم الزلط. تهضم البني ادم يا فندم، مش تهضم الزلط. الزلط. تهضم البني ادم، تهضم الحديد. تمام؟ فحضرتك هذه القدرة إذا حصل لأمر أو لآخر إن إنزيمات البنكرياس دي حصل لها تسريب وابتدت إن هي تشتغل على نسيج البنكرياس نفسه، ساعتها وإنزيمات البنكرياس دي ابتدت بقى تخرج عن السيطرة، ده بيحدث التهاب حاد في البنكرياس، وده من الأشياء اللي بنعتبرها يعني emergency، بنعتبرها حاجة حالات خطرة، لدرجة إن الحالات دي بتتحجز في الرعاية المركزة، لأن كل العمليات التمثيل الغذائي اللي داخل الجسم على مستوى الدم، الإلكترولات، نسب الكالسيوم، العلامات الحيويه الخ، كل هذه العوامل بتتاثر تاثر شديد جدا جدا، وبيعني وبيبقى فيه معدلات حدوث يعني مضاعفات، والعياذ بالله يعني حاجات كمان انقح من كده، بتبقى نسب كبيره جدا جدا. تمام. فمن هنا بيكون الاصراع نحو ان احنا نستأصل هذه الحصوه ونستخرجها عن طريق المنظار بتاع القنوات المراريه، علشان خاطر لا نتيح الفرصة ان العصارة بتاعة البنكرياس يعني حتى لا يختلط يعني الزيت يعني عشان ما يختلطوش ببعض، لان ساعتها هيحصل تنشيط لانزيمات البنكرياس وربما يؤدي الى حدوث التهاب البنكرياس، وهو طبعا امر غير حميد بالمرة. فالحصوة اللي ممكن تقفل قناة البنكرياس دي تبقى خطيرة. خطيرة جدا. تمام تمام. طيب هل برضه بتستأصل بنفس المنظار لو الحصوة دخلت في هذه المنطقة؟ تمام.
من الممكن استئصال حصوات القناة البنكرياس بنفس المنظار طبعا، لان انا في الاخر بخش من نفس الحكاية. ولكن طبعا مش كل حتى الدكاترة اللي بيشتغلوا منظار قنوات مرارية عندهم هذه الخبرة دي، بنقول عليها درجة مهارة اعلى شوية، البعض ممكن لان يستغرب عملية جراحية تقريبا ممكن ولا ايه؟ برضو العملية الجراحية في البنكرياس عملية دقيقة جدا جدا جدا، وعملية خطيرة جدا القناة جدا، دي ومفيش عمليات جراحية للقناة بتاعت البنكرياس. تمام. لان طالما ان انت خلاص يعني انا ما اقدرش اعمل شق داخل البنكرياس الا في حالات نادرة جدا جدا، ساعات بيستأصل حاجة اسمها استئصال جزئي للبنكرياس، وده عادة بيحصل للأمراض اللي بتصيب ذيل البنكرياس، تمام. لأن ذيل البنكرياس وده مكانه بالظبط قريب من الطحال ونهاية المعدة، ربما ده فقط المكان اللي من الممكن إنه يتم احتوائه واستئصاله استئصال جزئي. وطبعا دي تفاصيل جراحية زملائي الجراحين أقدر مني طبعا في التحدث عنها، ولكن أنا بذكر بس إن فيما عدا ذلك الأمراض اللي بتصيب جسد البنكرياس أو رأس البنكرياس أو في يعني زائدة كده في البنكرياس بنقول عليها الأنسينيت، كل هذه الحاجات إذا حبينا إن إحنا نستأصلها جراحيا دي بتبقى عملية شديدة جدا جدا، لأن أنا بضطر إن أنا أعمل عملية إعادة توصيل للقناة المرارية على جزء تاني من الأمعاء، بستأصل جزء من الاثنى عشر مع يعني عملية كبيرة جدا جدا، عملية بنقول عليها يعني حتى بيطلق يعني هي اسمها ويبل اوبريشن نسبة إلى عالم اسمه ويبل، ولكن لقب العملية دي بيسموها كوماندو اوبريشن، يعني عملية كوماندوز، يعني عملية بتبقى انتحارية طب شوية. إلى أي مدى بتنجح أو بينجح منظار القنوات المرارية في استئصال الحصوات اللي في القنوات المرارية؟ تمام. ولو كانت الحصوة كبيرة أو أكثر من حصوة بينجح ده برضه المنظار سؤال في ده القناة؟ جميل جدا، الأسئلة كلها ما شاء الله حلوة جدا. في يعني حتى 80% تقريبا من الحالات بتاعت حصوات المرارة بينجح المنظار القنوات المرارية، ومن خلال الباسكت أو البالونة وعملية توسيع مخرج القناة المرارية في إنه يستأصل الحصوات المرارية. في حالات نادرة زي إن الحصوة تبقى كبيرة جدا جدا أكتر من سنتي ونص أو 2 سنتي، او ان وتاخد بالك نادرا ما هي تعدي من الحويصله المراريه، ولكن هي ممكن تكون عدت واتسابت فتره زمنيه فابتدت تكبر ماشي، او ان يبقى في حصوات كتيره جدا في القناه المراريه. في بعض هذه الاحوال بنلجا فقط الى ان احنا بنركب دعامه بصفه مؤقته. الدعامه دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي تعمل عمليه زي كوبري تمام بعدي بيه الحته المسدوده، او نفق تمام بعدي بيه الحته المخنوقه المسدوده، و كإجراء مؤقت بس علشان ما سيبش الدنيا مسدودة. تمام تمام؟ طيب بعدين مستقبلا ربما ان انا بستخدم آلات أخرى، في عندنا آلة اسمها لايثو تريبتور، يعني الآلة اللي بتكسر حصوات المرارة. تفتيت ساعتها لا غير تفتيت الحصوات المرارة، دي تفتيت لسه هكلم حضرتك عليها. لا في آلة برضو بستخدمها بركب باسكت تانية، ولكن من مادة أنشف شوية وأقوى شوية من المادة اللي انا بستخدمها لاستخراج الحويصله الحصوه المراريه العاديه، وبعدين بوصلها على مكنه كده بتعمل عليك تكسير قرقشه تكسير مكسر للحصوات المراريه. بعد ما اكسرها اقدر ان انا اسحبها. استخرجها واسحبها. في الطريقه الثانيه في بعض الاحوال في اتفضل. دراسات على ان هم يستخدموا ساعتها الموجات الصوتيه التصادميه اللي هي بتستخدم في الحصوات بتاعت الكلى في عملية ان هم يفتتوا هذه الحصوة ويستخرجوها، ولكن بيتطلب ده ان انا بركب قناة بنقول عليها قناة يعني انبوبة، سوري اسف، انبوبة انف مرارية، بركب انبوبة فيها فتحات كتيرة جدا جدا فيها القناة المرارية واخرجها واطلعها من الانف عشان اعمل عملية غسيل اثناء ما انا بفتت الحصوات المرارية. فعلا ده إجراء بيتم في بعض المراكز، ولكنه مش الإجراء الأكثر شيوعا لأنه إجراء معقد شوية وبيصاحبه آلام مرارية شديدة. وبعدين في بعض الأحوال بعد ما بكسر الحصوة المرارية الكبيرة دي الحصوات الصغيرة دي بترجع تاني تمسك في نفسها
ولكن في مستوى تتجمع مرة أخرى، لأن القناة المرارية قناة ضيقة جدا غير الحالب. الحالب المساحة أكبر شوية من القناة المرارية، ولكن هو كإجراء موجود وموصوف وربما بيتم، ولكن ما هواش الأكثر شيوعا. طبعا في حالات شديدة جدا جدا ربما ان هو بنعوز طبعا تدخل جراحي. الجراحي، وعادة حتى ساعتها في الأحوال دي بتتعمل عن طريق الجراحة المفتوحة، تمام، مش جراحة المناظير. تمام، نصيحة تمام. أخيرة يا دكتور محمد. نصيحة أخيرة، إن يعني من الأسئلة اللي حضرتك سألتها خلال الحلقة، وحتى كمان من خلال الأسئلة اللي سألوها السادة المشاهدين، هقول نصيحة ربما مش متعلقة خالص قوي بموضوع الحلقة مباشرة، ولكن أنا عايز أقول إدي العيش لخبازه. تمام، مهم جدا. إدي العيش لخبازه، لأن أم 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 كون إن في جهة ما أو شخص ما أو طبيب ما أو حد ما مش بيعرف يعمل حاجة معينة، مش معناه إن الحاجة دي ما بتتعملش، تمام، أو مش معناه إن الحاجة دي ملهاش حل. لأ، معناه ان الحاجة كل واحد في الدنيا له حدود علم، له حدود علم، وله حدود خبرة، وله حدود مهارات. تمام؟ يعني لازم يبقى في يعني حاجة، يعني انا في حلقة سابقة كنت بتكلم مثلا عن منظار الموجات الصوتية، كنت بلاقي ناس كتيرة جدا مش عارفة ايه هو مثلا منظار الموجات الصوتية واستخدامه. النهاردة اتكلمنا عن منظار القنوات المرارية، ربما ناس كتيرة جدا يعني تبقى مش عارفة ايه حدود امكانيات المنظار القنوات المرارية وما الى ذلك. كل ما هنالك ان انت ما تخافش من الاجراء، الكشف المبكر، الحل المبكر لاي مرض هو السبيل ان الحاجات دي تتحل بسهولة وبيسر، قبل ما يحصل مضاعفات، وقبل ما يحصل مشاكل، وقبل ما يبقى الحل اصعب. ولو اخدت علاجات وما استريحتش ما فضلش على العلاجات اللي ما ريحتنيش دي، ارجع بالظبط لطبيب كده، اكثر خبره واكثر علم واكثر معرفه. صحيح كده، صحيح. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور جزيلا محمد. استاذ عماد، ميرسي تختم جدا حلقتنا مشاهدينا الكرام، نشكر الاستاذ الدكتور محمد نجيب عبد الله، استاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بطب الاسر العيني. شكرا شكرا يا استاذ عماد، ميرسي جدا. اشكركم مشاهدينا الكرام في ختام حلقتنا النهارده من الو صحتي، ونلتقي دائما على خير ان شاء الله.